السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنير في اللغة العربية للسنة 5 ابتدائي، الوحدة 3. إذا اليوم عندنا في الوحدة 3 درس الصرف والتحويل حول المصادر. إذا المصادر في الصفحة 91 من كتاب المنير. إذا ننتقل إلى الصفحة 91. إذا نبدأ بألاحظ وأكتشف، أقرأ النص وأتعاون مع صديقاتي وأصدقائي لاستخراج الأفعال والأسماء الموجودة به. إذن سنلون الأفعال أولا بلون مغاير، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسماء. إذن هنأ، إذن ما عندناش فعل، إذن هنأ مدير القناة مدرستنا على فوزها بالجائزة وحصولها على جائزة أحسن تشخيص، وقال: إنني أفتخر بكم وبعمل أطركم. سمع الأساتذة الخبر السار وتحلقوا حول المدير مهنئين، فعم تصفيق وسادت حالة الفرح والابتهاج. إذن هذه الأفعال الموجودة في هذا النص. بالنسبة للأسماء، أو لربما سنلون المصادر، أما إلا جينا نلون الأسماء هنا كثير الأسماء. إذن مدير، إذن فوز على فوزي، إذن بالجائزة حصول على جائزة أحسن تشخيص، ثم عمل الخبر السار حول المدير مهنئين، التصفيق الفرح عفوا والابتهاج. إذن هذه الأسماء التي نريد. أما الأسماء فهي كثيرة، إذا حيدنا بعض الحروف غادي تلقاو كلشي أسماء، ولكن حنا اختارينا غير الأسماء لأن هي اللي عندها علاقة بالدرس ديالنا. إذا الدرس ديالنا حول المصادر. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، أملأ الجدول حسب المطلوب. إذا فوز، هنا فوز هو اسم، وهنايا إذا هي هو اسم، وبالضبط هو مصدر. إذا مصدر، وفعل هذا المصدر هو فاز. تصفيق كذلك مصدر، ربما يكونوا كيقصدوا يعني واش نوعها، يعني نوع الكلام واش اسم. اذا هي اسم مصدر. اذا صفق الفرح كذلك اسم مصدر، فرحة. الابتهاج كذلك مصدر، ابتهج. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، أتعاون مع أصدقائي وصديقاتي لأميز الفرق بين الأفعال والمصادر الآتية. إذا هنا يعمل نوعه فعل، إذا هذا فعل، عمل أو العمل، إذا المصدر، حصل فعل، الحصول مصدر. إذا هنا إذا كان فعل غادي نذكروا الزمن ديالو، ولكن لما كانش فعل ما غاديش نذكروا الزمن لان المصدر لا زمن له، وبالتالي المميزه ديال الفعل هو انه يكون في زمن معين. اذا هل في الماضي ام في المضارع ام غير مقترن بزمان. اذا يعمل هو فعل مضارع، بالنسبه لعمل فهو غير مقترن بزمان. اذا هذه خاصيه من خاصيه المصدر. اذا باش نميزوا بين الفعل والمصدر، الفعل كيكون في زمن، و لا 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 المصدر لا يكون مرتبطا بزمن. حصل فعل، إذا هو فعل ماضي، حصل وانتهى. إذا الحصول هو غير مقترن بزمن. من خلال جدولي أكمل العبارات الآتية: الفعل حدث مقترن بالزمن، المصدر اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن. هي كذلك بزمن الا بغينا نقولوا. اذا يشترك المصدر مع الفعل. فاش كيتشابه المصدر مع الفعل؟ في الحروف الاصليه،
في الحروف الأصلية، ليست احنا درسنا المزيد، فعل المزيد والفعل المجرد، وقلنا بأن الفعل مثلا دخل مثلا هنا مثلا فرحة، فرحة هذه الحروف كلها أصلية، وهنا إلا بغينا المصدر غنقولوا فرحون، فرحون هنا فارحة، لاحظوا إذن الحروف أصلية بنت في المصدر. إذن هذا هو علاش، لأن الحروف الأصلية كتبان في الفعل، وهنا كيوقع الشبه بين، ولكن كاين شي مرات مثلا إلا خدينا شي مثال، مثلا إلا خدينا صفق، دابا المثال اللي شفنا قبيلة صفق، صفق هذا الفعل ولكن مصدره تصفيق، لاحظوا ظهرت بعض الحروف في هذا المصدر، ولكن ظهرت بعض الحروف مثلا هذا الحرف هذا تاء ما كاينش عندنا في الفعل، ظهرت الياء، إذن هنا ولكن شنو بقى الحروف الأصلية اللي هي الصاد والفاء والقاف بقيت ثابتة في المصدر، كاينة في الفعل، هذه هي الحروف الأصلية، إذن كاين عندنا الصاد والفاء والقاف، حتى هنا كاين الصاد والفاء والقاف، لأن هذا الفعل هذا إلى رجعناه وجردناه غنلقاوه الأصل نتاعو صفقة، وبالتالي إذن هنا فاش كيتشابه الفعل لا 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 الفعل مع المصدر، إذن حروف الأصلية، في الحروف الأصلية، إذن هنايا القاعدة كتقول الفعل حدث يقترن بزمن، المصدر حدث غير مقترن بزمن. هو وقع شي حاجه تصفيق، ولكن واش البارح ولا الشهر الجاي ولا بعد لحظات ما نعرف، تصفيق وصافي. بينما فاش كنقولوا صفق، اذا صفق داز، يصفق راه كيصفق دابا، اذا هنا كيبقى الفرق بين المصدر والفعل. استنتج المصدر اسم يشتمل على الحروف الاصليه للفعل، اذا هنا هذا الشيء اللي قلنا قبيله بان المصدر والفعل كيحافظوا على الحروف الاصليه تما كيتشابهوا. اذا المصدر يدل على حدث مجرد عن الزمان، اذا هنا هو حدث بجوجهم احدث، الفعل حدث والمصدر حدث، ولكن واحد مرتبط بالزمن واحد مرتبط بالزمن. اذا هذه المفاهيم جيده، ننتقل الى التطبيق. املا الجدول بما يناسب، هنايا عندنا مجموعه من الكلمات، هنا خصنا نميزوا بين المصدر وبين الفعل. إذن هنا تواصل، تواصل هل هذا مرتبط بزمن؟ غير مرتبط بزمن، إذن غير مقترن بزمن، واش ماضي وبالتالي فهو مصدر، إذن نصنفه مع المصادر. نوم كذلك، نوم كذلك من بين الخصائص ديال المصدر أنك تلقى فيه التنوين، بينما التنوين ما نلقاوش في الفعل. كتابة كذلك مصدر، قرأ، قرأ وانتهى، إذن هذا فعل. نجح كذلك فعل. فوز، فوز هذا مصدر. أذاع، أذاع يذيع، إذن هذا فعل، هذا في الماضي. شاهد كذلك فعل في الماضي. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول المصادر من درس الصرف والتحويل للسنة الخامسة ابتدائي كتاب المنير.